السلام الله عليكم سيدي، بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق للفرض الثاني في الدورة الأولى، التمارين الكتابية المستوى الثاني. إن شاء الله في هذه الحصة غنشوفوا التمارين الكتابية، والحصة القادمة غنشوفوا التعبير الكتابي. غنشوفوا أكثر، كيطلبوني بزاف ديال المتتبعين على التعبير الكتابي، غنشوفوا اكثر من نموذج في التعبير الكتابي بحول الله. على اي اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا حصه التمارين الكتابيه. ارتب الكلمات التاليه لاكون جمله مفيده: سعيد بالفرشاه ينظف اسنانه كل وجبه بعد. اذا ينظف سعيد ينظف سعيد أسنانه بالفرشاة بعد كل وجبة. إذن ينظف سعيد أسنانه بالفرشاة بعد كل وجبة، أتمم بما يناسب النظام. كيف؟ التي. إذن اللقمة هي تحدثت إلى الطفلة، أو اللقمة هي النظام تحدثت إلى الطفلة، اللقمة هي كيف تحدثت إلى الطفلة، اللقمة هي التي تحدثت إلى الطفلة. إذن اللقمة هي التي تحدثت إلى الطفلة. حالك يا صديقي. إذن كيف حالك يا صديقي؟ كيف حالك يا صديقي؟ أتعلم في المدرسة. ماذا أتعلم في المدرسة؟ النظام. أتعلم في المدرسة النظام. إذن اللقمة هي التي تحدثت إلى الطفلة. كيف حالك يا صديقي؟ أتعلم في المدرسة النظام. أكون من المقاطع كلمات وأكتبها. إذا عندي هنا مقاطع مبعثرة، سنكون منها كلمات ونكتبها. ثميق. إذا هاد الكلمات كلهم كتكونوا شفتوهم يعني في مكون القراءة في الوحدة اللي كندرسو. إذا ثميق. إذا ميثاق. ميثاق. فضاتر. إذا دفاتر. دفاتر. با خط. طباخ. طباخ. أحول الجملة التالية إلى المطلوب. إذا عندي الجملة: أنا حضرت كعكة بالتفاح. أنت حضرت كعكة بالتفاح. أنت حضرت كعكة بالتفاح. أنتما حضرتما كعكة بالتفاح. أنتما حضرتما كعكة بالتفاح. أنتم حضرتم كعكة بالتفاح. أنتم حضرتم كعكة بالتفاح.
الى هنا نكون قد وصلنا الى نهاية فيديو اليوم، اضرب لكم موعدا في فيديو قادم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع السلامة.